ثلاثي الوسط في مواجهه المغرب، احنا بنتكلم في النني والسولية ضامنين اماكنهم، حمدي غالبا مش هيلحق المباراه، شايف الثالث المفروض يكون مين؟ زيزو طبعا. زيزو طبعا طبعا، ما فكرتش طبعا. لا عبد الله السعيد ولا تريزيجيه؟ لا لا لا، انا ضد حاجه اسمها البديل الذهبي، انا ضدها. اللي هو اللي هو سيبه على الدكه و... ضدها شكلا وموضوعا. بس لسه لسه بتشيد دلوقتي بجده. ما انا لا ده جده، لا هو جده كان بديل ذهبي بقى فعلا في 2010. ثواني ثواني، انت دايما بتجيب لي الكلام وانا مش هسيبك. صح، انا صاحي. تمام. البديل الذهبي اللي هو اللعيب اللي هو ينزل وانا عندي اصلا لعيب كويس جدا جدا، ده بديل ذهبي لازم استخدمه. لكن انا البديل الذهبي ان انا اللعيب اللي جوه الملعب اقل منه، لا طبعا. لا طبعا، لا طبعا، انا انزل بالفول باور بتاعتي بكامل القوه بتاعتي. انا مش ضامن ايه اللي يحصل في الشوط الاول. انا مش ضامن ان انا اتاخر الشوط الاول وانزل الشوط الثاني اتعادل واكسب. طيب هسالك سؤال فني شويه وتعال نخش الاول، موافق ولا مش موافق؟ ما هو انا الاول هسالك. لا على فكره، لا انا احب العب باوراق الرابحه كلها، يعني ادام انا عندي اوراق جاهزه انزلها. واللي ينزل يا مصري ده منتخب مصر فكلها المفروض اوراق رابحه بالظبط، فانا جاهز العبه. بس هي الفكره في ايه بقى؟ في قصه زيزو، وعايزين نخش شويه. هل زيزو اللاعب الرائع المميز ده جامد جدا في 8 زي ما هو جامد كجناح؟ يعني مثلا اصل 8 دي مش بس انت عندك لاعب ورك ريت بتاعه كويس فتلعبه 8، هي واجبات، واجبات دفاعيه، واجبات هجوميه وتحركات. انا اسف ان انا قطعك لان الحديث جميل قوي. حلو، ما انا عايز اسالك مين 8؟ احنا لما نقول زيزو 8 عشان احنا محتارين، عشان احنا اوراقنا ال 8 محدوده. عبد الله، تريزيجيه، مهند لاشين شويه ممكن يخش 6 مع النينيو، او 6 والنينيو يخش 8. يعني تلعب دبل 6 وتلعب بقى، بس هتلعب برضو مين فوق الدبل 6؟ يعني مين اللي هيبقى تلعب؟ السولية بيلعب 8 كده كده. يعني ما انا بقول لك 8 السولية بيلعب. انت تقصد ان 8 كده كده متوظفه في المنتخب، يعني كل اللاعبين الموجودين دلوقتي دول بيتوظفوا 8؟ لا انا اقصد اختياراتك في ال 8 محدوده، مين احسنهم؟ مين احسنهم؟ مين احسنهم تكتيكيا وانضباطيا وان هو يعمل لك اللي انت عايزه؟ وبرضه هترجع للمدرب، انت عايز من 8 ايه؟ انت عايز من 8 ايه؟ عايز شكله يبقى عامل ازاي؟ هتروح لمهند لاشين ولا هتروح لزيزو ولا هتروح طلع عايز طلع؟ ما انت ممكن تلعب ايمن اشرف 8 على فكره، مفيش فيها مشكله، ممكن تلعبه 8 لو انت عايز. انت رايك ايه؟ انا شايف زيزو. زيزو، شايف زيزو. زيزو زيزو، زيزو لعيب ملتزم جدا جدا، لعيب عايز يعمل حاجه، لعيب عنده الحاله الاحترافيه عاليه، عنده دوافع كبيره زي كل لعيبه المنتخب، فهو يعمل حته دفاعيا وهجوميا ويدخل في الملعب، ولعيب لعيب دماغه كويسه. انت عايز ده، لعيب فكره كويس في الكوره، هيعمل لك انطلاقات، هيعمل لك اوفرلاب فوق مع صلاح، هيفضل صلاح بيفضي الحته اللي ورا زيزو ياخدها، يعمل كروسات. يعني ما ده كان سؤالي اللي جاي اللي انت قلتها بتاعت صلاح دي. زيزو 8 على اليمين ولا زيزو 8 على الشمال؟ زيزو 8 على اليمين. على اليمين ليه؟ زيزو 8 على اليمين علشان على عدلته، وزيزو كمان على عدلته، على عدلته في الكروسات. لانه بيعمل كروسات بالظبط، يعني بيسمي الكروس بتاعه، يعني بيقول لك خد الكروس. كمان زيزو بيشوط بشماله زي مينو. لو دخل على شماله قطع لجوه ممكن يشتغل كويس جدا. ممكن كمان لو كمل، كمان هو بيكمل في ضهر المهاجمين كويس قوي، بياخد الاماكن الفاضيه كويس قوي، فعلى يمينه طبعا. طب اقول لك زيزو احنا ما شفناهوش على شماله كتير. ما هو لا، هو لا لما كان بينزله تمام كان غالبا ساعات بيحطه شماله وساعات بينقله، يعني انا شفته في احسن حالاته. بس انا هقول لك حاجه وتعالى نتناقش فيها برضو. انا اعتقد ان زيزو بكره هيلعب 8 شمال لكذا سبب. اول سبب ان او لسببين مش كذا سبب، ان عمرو السوليه هو كروش بيحبه يحطه ورا محمد صلاح، يعني يسيب عمرو السوليه ورا محمد صلاح يعمل له الحته دي مع الراجل الباك رايت اللي هو عمر كمان عبد الواحد. ده واحد. اتنين، ان زيزو على الشمال هيرهق شويه برده اشرف حكيمي، ما تنساش سرعات رايح جاي، فزيزو برده هيفضل رايح معاه رايح جاي في الحته دي. فانا اتصور او اتوقع انه ممكن يلعبوا للسببين دول رقم 8 بكره ناحيه الشمال لو لعب زيزو. انت لو لعبت لسه كنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الـ 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 الضغط النفسي. الضغط النفسي مين هيسببه لمين بكره؟ هو حكيمي هيسبب لنا ضغط نفسي؟ مش عامل ضغط نفسي، هي امكانيات فنيه. ما انا بقول يعني لا ضغط نفسي ازاي؟ ان انا اصدر لك ضغط نفسي. ايوه، ان انا اصدر لك لعيب اللي هو دايما هيهاجمك فانت هتضطر تدافع عليه. ولو عملنا كده هيبقى الموضوع صعب شويه. ما ده بيحصل مع محمد صلاح.
ايه؟ ما هو ده بيحصل مع محمد صلاح مع اي منافس. بس محمد انت غصب عنك انت قدامك نجم. لا يعني قدامك نجم كبير. محمد صلاح ما انت ممكن تلعب في ظهر اشرف هتعمل له مشاكل. لو انت يعني بس اشرف ناحيه اليمين هو صلاح الناحيه الثانيه. لا انا بتكلم كزيزو. لو انت بالظبط وظفته شمال. ايوه. لكن لو هوظفته شمال عشان يدافع على اشرف حكيمي مش هتلاقيه. مش هتلاقيه. فالاحسن انك تاخده وتثبته هناك. بالظبط. وبعدين انت كمان انت ما شاء الله انت عندك فتوح. فاكر احنا اتكلمنا الاستوديو اللي فات على فتوح وانت قلت لي مين يلعب؟ كان فتوح وكنا بنتكلم فتوح وكان ايمن. فقلت لك الاثنين عندهم مميزات بس انا اعتقد ان فتوح هيبقى انسب في المكان ده. لعيب برضو ظهر بشخصيه كويسه جدا وظهر بلعيب كبير. شخصيه لعيب كبير الماتش اللي فات. لعيب كبير. لعيب بيقف على كورته بيعرف يقطع بيعرف يكمل بالكوره بيعرف يعمل كروس بيعرف يقطع لجوه بيعرف يعمل تختال عكسيه كويس قوي. فكان لعيب ظهر بشخصيه لعيب كبير. فهو مش عايزين يعني نقول ان حد هيركب لعيبه من عندنا. انا شايف ان هي ممكن تبقى صعبه الا لو انت اديت له المجال زي ما الكوت ديفوار ادتنا مجال ان احنا ننزل نفسيا راكبين المباراه. صح. فحته ان انا افكر في حد ادافع عليه انا شخصيا ما بحبش العب على ردود الافعال. صحيح. انا بحب ان انا ابقى فاعل. وعندي الامكانيات وعندي اسمي وعندي تيشيرتي وعندي لعيبتي وعندي المباراه اللي فاتت الدنيا كلها مرعبه بالنسبه للمغرب. صحيح.